ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء وأساتذتنا وخاصة المسؤولين عن كتابة الأسئلة الوزارية. موضوع الندم. موضوع الندم الموجود بالفصل الثالث إذا منتبهين على اليو واليور، هذان بالأجوبة النموذجية ما يتحولان، يبقى النفس. ولكن إذا رحنا إلى صفحة 70، صفحة 70، شبيه صفحة 70؟ بصفحة 70 هنا عندنا اليو تتحول إلى آي، مو بس اليو تتحول إلى آي، وأيضا عندنا اليور تتحول إلى ماي. ليش هنا حولناها وليش هناك ما حولناها؟ نجي على اليو، مو بس ها عندنا تحويلات هواي، لكن هسه نجي على اليو. اليو ليش حولناها؟ منطوق السؤال يقول تخيل بأنك في هذه المواقف، يعني حول هذه المواقف على نفسك، فلازم أستعمل الآي، واليور تصير ماي، واليو في نهاية الجملة تصير مي، يعني إذا لقينا يو في نهاية الجملة تتحول إلى مي. ليش؟ لأن يقول لي على نفسك، هذه المواقف تخيلها على نفسك. طيب هاي انتهينا من هاي الشغلة. المسألة الثانية اللي عندنا، عندنا السو، العفو هاي التو، ليش صارت سو؟ هذا الجواب أو هذا السؤال جاوب عليه من هو؟ جاوب عليه أستاذ موسى. شو يقول أستاذ موسى؟ يقول عند التعبير عن الندم في الجملة عندنا تو، هاي تو لازم نحولها إلى سو، بس ليش؟ لأنها تعرضت إلى النفي، يعني بالنفي نحول التو إلى سو. خوش، لكن شنو هي السو؟ السو بمعنى الفري. زين ليش ما نستعمل الفري؟ لا، احنا ما نقدر نستعمل الفري. ليش؟ نريد شغلة. يقول يجب استعمال ظرف أقل حدة من التو وأقوى من الفري. فش راح نستعمل؟ راح نستعمل السو. طيب هسه عرفنا انه هنا طالما عندنا نفي فاستعملنا السو، ما استعملنا التو. لحد الان امورنا تمام. نيجي للمساله الاكبر، وهي المساله الاخرى. دقيقه وين راحت؟ نجي الدور. هاي الالوت اوف بالاجوبه النموذجيه، هاي الالوت اوف لازم تصير، اسف، لازم تصير سو ماتش. شنو السبب اللي يخلي التو الالوت اوف تصير سو ماتش؟ دورنا هواي ما لقينا، ولهذا استعانينا بالذكاء الصناعي. شو يقول الذكاء الصناعي؟ يقول تم تحويل الالوت اوف الى سو ماتش هنا للانفسايز تاكيد، وهذا يعتمد على من يعتمد على الكونتكست، على سياق الجملة. إذن هنا صار التحويل للتأكيد، للتجديد. خوش حكي، مو كثير so much، للشدة، للشدة. خوش حكي، لكن يقول هنا، يقول هذا يعتمد على من، على how strongly you want to، على حسب الكيفية اللي أنت تريدها. المشكلة مو بس هنا، المشكلة عندنا تحويلات ثانية هواي. هاي التحويلات الثانية هواي بالأسئلة الوزارية ما راح يجيب لنا أي context، ما راح يجيب لنا about you، هذين كلهم ما راح يجيبهن، فقط راح يقول لك سوي لي regret، ندم. طيب تخيل أنت على مستوى أساتذة داخل بهاي الموضوع، ايش وقت نحول وايش وقت ما نحول. زين شلون بالطلاب؟ اكيد الطلاب ما راح يسوون شيء الى ان هم عندهم تمرين راح يحفظه ويسكت. ليش صارت؟ ما يعرف. شلون صارت؟ ما يعرف. اذا هذا التمرين انا اعتبره انه هو مشكله كبيره على الطالب، لان راح يخلي الطالب يحفظ وما يفهم. احنا اضطرينا نسوي شغله، وهي نقول للطلاب، نقول لهم إذا لقينا كلمة unfortunately، هاي الكلمة unfortunately، شوي ما تكتبها هنا أنا، unfortunately إذا لقيناها
لا تحول، وإذا ما لقيتها حول. هذا الكلام صح، هذا الكلام مو صح، لكن ما لقينا حل ثاني غيره. على العموم طلابنا الأعزاء وأساتذتنا الكرام، يا ريت الوزارة تشوف حل لهاي المشكلة.